رغم التحديات التي تحيط بالعديد من الدول الشرق أوسطية والعالمية، تنطلق الشبيبة الأرثوذكسية من مختلف أنحاء الكرسي الأنطاقي لتشارك في مؤتمر الشبيبة الأرثوذكسي العالمي المرتقب في بولندا ما بين 18 و24 تموز 2022. كاهن رعية القديس جواجس للروم الأرثوذكس في حوش الأمراء زحلي الأب سيرافيم مخول المشارك في هذا اللقاء العالمي تحدث بإسهاب عن أهمية اللقاء الذي سيتناول موضوعات وهواجس الشبيبة. نحن من السنة الماضية بلشنا نحضر مع رئيس الشمامسي جوزيف ماتوسياك لهيدا اللقاء للشبيبة الأرثوذكسية بالعالم، اللي كان من المفترض أنه يكون بروكلو ببولندا، ولكن بسبب الأحداث اللي صارت بين روسيا وأوكرانيا تم نقل المؤتمر من روكلو لسوبراسل، هي بعيدة تقريبا ساعتين عن وارسو، وتحدد العدد المشارك من 250 ل 70 شخص، ولكن أصر فريق العمل اللي صرنا عن جد أكثر من 10 أشهر عم نحضر أنه لا نعمل المؤتمر، ورغم أنه العدد رح يكون قليل، ولكن إن شاء الله منكون هال 70 شخص خميري يرجعوا لرعاياهم بكل العالم الأرثوذكسي. يعني في عنا ناس رح يكونوا من اليابان، من أمريكا، من أوروبا، من لبنان طبعا مشاركين وممثلين للكرسي الأنطاكي. باختصار، رغم قساوة الظروف ستؤكد الشبيبة أنها قادرة أن تشهد لمحبة المسيح ونشر بشارة الإنجيل في كل أصقاع العالم.